السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الصف الثاني متوسط، ألتقيكم بدرس جديد من دروس التربية الإسلامية. إحنا بالوحدة الأولى حاليا الدرس الرابع اللي هو موضوع الصلاة، راح ناخذ طرق مفصلة أو بشرح مفصل لكم إن شاء الله. يا ربي أتمنى منكم يعني متابعة معنا حتى تفتهمون الدرس إن شاء الله بصورة صحيحة. راح ننتقل للسبورة الذكية. عندنا أثر الصلاة أو آثار الصلاة. أولا، توثيق علاقة الإنسان بالله تعالى ونيل رضاه وامتثال أوامره، فيعترف الإنسان بعبوديته لله تعالى وبعظمته وقدرته كما يعترف بوحدانيته. توثيق علاقة الإنسان بالله تعالى، إذن توثيق عبادة الله سبحانه وتعالى، توثيق الإنسان بعبادته بالله سبحانه وتعالى، وتقوى صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وتوثق صلته بكل أمور الدين لله سبحانه وتعالى. اثنين، تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب. فالصلاة كما شبه الرسول صلى الله عليه بالنهر الذي يغتسل منه المرء 5 مرات، يعني احنا عندنا 5 أوقات للصلاة، فالإنسان 5 مرات يتوضأ. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه الصلاة بالنهر الذي يغتسل منه المسلم. اثنين، تزكية النفس، فالرسول كما شبهها بالنهر الجاري الذي يغتسل منه المرء 5 مرات باليوم. ثلاثة، تعميق الإيمان بالله ورسوله وأهل بيته عندما نتشهد ونصلي على الرسول وعلى أهل بيته الأطهار. الصلاة توثق علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم، عندما وقت التشهيد في الصلاة راح يذكرنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ويذكرنا بآل بيته الأطهار. قلنا أولا توثيق علاقة الإنسان بالله تعالى ونيل الرضا. اثنين، تزكية النفس كما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنهر الجاري الذي يغتسل منه المسلم 5 مرات باليوم. وثلاثة اللي هي تعميق الإيمان بالله ورسوله وأهل بيته الأطهار. نجي عندنا رقم 4، تجعل الإنسان رقيبا على سلوكه فتنهى عن فعل المنكر وتحبب إليه فعل الخير. الصلاة تجعل من الإنسان يبتعد مباشرة عن كل السلوك السيئة، فيقرب الله سبحانه وتعالى له السلوك الحسنة والأفعال الحسنة. إذن الصلاة تطهر الإنسان وتزكي وتبعده عن السلوك السيئة. ناخذ رقم 5، المحافظة على الصحة والسلامة من الأمراض، فالوضوء والتطهير يقيك من الجراثيم. بالصلاة انه الإنسان يحافظ على صحته اثناء يعني على صحته من خلال قيامه بالحركات اللي بالصلاة اللي هي السجود والركوع، لأنها حركات رياضية تجعل الإنسان انه عنده مثلا قوة، يكتسب كل عضلات جسمه قوة. ثانيا، هي تطهر الإنسان لأنه تبعد عنه الجراثيم والأمراض، يعني احنا قلنا 5 أوقات، فهي كالنهر الجاري 5 مرات الإنسان يتوضأ، لذلك راح يتطهر من الجراثيم ومن الخبث ومن الأنجاس أجلكم الله. نقول وهي بعدين تكون سبب الأمراض. وفي الصلاة نشاط للجسم من خلال أفعال الصلاة بالقيام والركوع والسجود، كما أن فيها راحة نفسية تشعر الإنسان أنه تخلصه من ذنوبه وما عليه من التزام. كذلك في الصلاة هي راحة نفسية للإنسان تخلصه من كل الهموم، لأنه يسجد لله سبحانه وتعالى فيطرح همومه. إذن هي الصلاة لقاء الخالق مع الخلق، لقاء الله سبحانه وتعالى مع العبد في الصلاة، فالإنسان يلتقي بالله سبحانه وتعالى ويطمئن بها قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن الإنسان أثناء صلاته يطمئن لله سبحانه وتعالى، وتكون حركات رياضية إلى صحة لجسمه وبدنه، وتبعد عن كافة الجراثيم لأنه يغتسل 5 مرات باليوم. بعدين أن فيها راحة نفسية تشعر الإنسان أنه تخلص من ذنوبه وأدى ما عليه من التزام مع الله. وفيها يبث الإنسان همومه إلى الله تعالى فيدعو ويستجير به، وذلك يخفف عنه ويستجيب الله تعالى فيدفع عنه همه وغمه. إذن العبد إثناء صلاته يطرح همومه لله سبحانه وتعالى، فلذلك الله سبحانه وتعالى يستجاب لدعوة هذا الإنسان ويلبي له ما طلبه منه. لذلك هي راحة نفسية وراحة من خلال أنه صلاته تطمئن بها قلبه، لأنه يطرح كل همومه لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يخفف عنه ما
أتى به. هاي بالنسبة لآثار الصلاة، عندنا توثيق صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. اثنين، تزكية النفس كما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنهر الجاري. ثلاثة، الصلاة تذكرنا بالله سبحانه وتعالى وتذكرنا بالرسول وآل بيته في التشهيد وفي التسبيح. وتعميق الإيمان بالله والرسول، تعمق الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، وتجعل الإنسان رقيبا على سلوكه. يعني الإنسان الملتزم بالصلاة راح يراقب أفعاله وسلوكه، فيعرف ما عليه وما له، ما راح يروح لطرق الخطأ ولا راح يتجاوز على حقوق الآخرين. هذا الإنسان اللي تكون صلاته لله سبحانه وتعالى، قلنا عكس ما أنه يكون منافق يظهر بداخله عكس ما يعني يتصرف به. أما الخمسة فهي تكون محافظة على الصحة وعلى البدن وعلى الجسم وعلى كل ما فيه، لأن فيها راحة نفسية، يطرح الإنسان همومه، وكذلك الصحة من خلال أن الركوع والسجود حركات الصلاة لتقوي عضلات الإنسان. والصحة أنه هي تبعد من كافة الجراثيم اللي الإنسان يتوضأ بها 5 مرات، لذلك راح يطرح الجراثيم يعني الميكروبات اللي تعتلق به. فأعزائي الطلاب، من خلال آثار الصلاة راح نعرف إنه شنو أهميتها، عرفنا إنه هي شنو تأدي، شنو آثارها بالمجتمع أو شنو هي آثارها. فراح نجي للموضوع الثاني اللي راح تكون شنو شروط الصلاة. أعزائي طلاب الصف الثاني، راح نوضح شروط الصلاة. أولا الوقت، فيشترط في الصلاة دخول الوقت، وأفضل وقت لإداء الصلاة هو في أول وقتها. إحنا الصلاة الله سبحانه وتعالى فرضها علينا هي 5 أوقات باليوم، ركعتين الفجر، 4 ركع الظهر، و4 ركع العصر، و3 ركع المغرب، و4 ركع وقت العشاء. الصلاة المفروض من عندنا أنه تكون بوقتها، لا نتأخر بها ولا أنه إحنا مثلا نقدمها، أنه تكون بوقتها. فأفضل وقت للصلاة أنه هو وقتها. النقطة الثانية، طهارة البدن والثوب والمكان وموضع السجود. لما يجي الإنسان يصلي لازم يحتاج إلى ثوب نظيف، بدن أنه يكون متوضي نظيف طاهر، مكان نظيف أنه يصلي بمكان نظيف، وكذلك موقع السجود اللي راح يسجد عليه يكون نظيف. فالشي يحتاج عندنا طهارة البدن اللي هو جسمنا، ملابسنا، والمكان وموضع السجود. هسه أول نقطة عندنا بشروط الصلاة، أنه الإنسان إذا يجي يريد يصلي لازم شنو الشروط اللي تكون متوفرة. اولا انه تكون عندنا بالصلاه انه هي النيه ودخول الوقت، يعني انه الصلاه لازم تصلى بوقتها. اثنين، نظافه البدن والجسم والسجود والمكان مالته. ثلاثه، عندنا الوضوء او التيمم عند انعدام الماء. عندنا الوضوء والتيمم، الانسان مستحيل يروح يصلي وهو غير طاهر البدن او الجسم او المكان، فالمفروض انه يتوضا. وكذلك زين، اذا ما توفر الماء او كان هذا الانسان بمرض يمنعه من استخدام الماء، فعليه ان يتيمم، وهو تيمم بالتراب. اربعه، استقبال القبلة والتوجه الى الكعبة المشرفة. عندنا رقم 4 اللي هي استقبال القبلة. هسه اولا الشروط عندنا من خلال الشروط انه الوقت، فيشترط في الصلاة انه تكون الوقت، يعني ياخذ الوقت مالته، افضل وقت للصلاة تكون في وقتها. اثنين، انه تكون الوضوء، يعني انه تكون نظافة البدن والمكان والجسم وموضع السجود. ثلاثة، انه المفروض تكون الصلاة من عندنا متوضي او متيمم في حال انه ما متوفر الماء. أربعة، استقبال القبلة والتوجه إلى الكعبة المشرفة. خمسة، الإباحة، وتشترط في كل شيء، فتبطل الصلاة على كل شيء مغصوب. يعني إذا المكان كان بغصب عنك، وإذا الماء أنت كنت متوضي بغصب عنك، وإذا المكان، فتبطل الصلاة. لازم كل شيء يكون أنت مباح وبإرادتك، كل الأمور المباحة راح تكون بها صلاة، كل الأمور المغصوبة عليك راح تبطل بها الصلاة. إذن شروط الصلاة راح نرجع ناخذها بصيغة مبسطة لكم. اولا وقت الصلاه، انه نصلي بالوقت عند الاذان، يعني عند اذان الاذان بموقت، يعني وقت الصلاه انه نصلي بها بالوقت، فلن اخرها ولا انه نقدم الصلاه، وانما يكون بوقت الصلاه. هذا احسن وقت للانسان اللي ما عنده مثلا اشغال او اعمال. النقطه الثانيه، لازم نحتاج من عندنا طهاره البدن، طهاره الجسم، وطهاره المكان، العفو، طهاره البدن والثوب، وطهاره المكان وموضع السجود. رقم 3، الوضوء، يشترط في الإنسان أنه يكون متوضئ، وإذا ماكو ماء أنه مثلا الوضوء بالماء، إذا ماكو ماء التيمم بالتراب.
استقبال القبلة والتوجه إلى الكعبة الشريفة والإباحة، كل شيء مباح مقبول بالصلاة، كل شيء مغصوب عنا، يعني مثلا إذا إحنا انجبرنا أنه بماء هذا نتوضأ به أو انجبرنا بالمكان هذا نصلي، فهذا يعتبر صلاة باطلة. هاي كل ما يتعلق بشروط الصلاة. راح ننتقل للموضوع اللي بعده اللي راح يكون مبطلات الصلاة، ما هي الأمور اللي تبطل الصلاة مالتنا وتخلينا نرجع نعيد الصلاة مرة ثانية أو أنه إحنا نتوقف بها. أول شيء ترك ركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها عمدا من دون عذر، يعني أنه مثلا يا أما إحنا نترك، إحنا قلنا 5 صلوات عندنا باليوم، يا أما أني أترك واحدة من عدهن فإنه هذا يعني فتشي مبطلة للصلاة ما يصير، أو أنه أنا مثلا هي صلاة عندي 4 ركع أنا أصلي ركعتين أو 3 ركع، فهذا باعتبار أنه دا أخل بالشروط مالتها فإنه دا أبطل بهم. ترك ركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها عمدا من دون عذر، وتكون أنه أنا متعمدة بالترك من دون أي عذر عندي. النقطة رقم 2 الأكل والشرب عمدا. الإنسان من يصلي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والمفروض قلبه يكون مطمئن، فمستحيل مستحيل أثناء الصلاة يأكل أو يشرب أو مثلا أنه يتفرج تلفاز أو مثلا يكون عقله منتبه، يعني مثلا ويا اللي جالسين قريب منه، لا، أنه يكون هو كل عقله وكل قلبه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فالإنسان أنه من شروط أولا يترك، يعني مثلا من المبطلات الصلاة أنه ترك شيء معين كركن من أركان الصلاة أو جزء معين مثلا. واثنين أنه الأكل والشرب مستحيل أنه إنسان يصلي ويجي يأكل أو يجي يشرب. رقم 3 الكلام عمدا. طبعا احنا ده صير عندنا بالحالات الكبار بالعمر أنه هم من يصلون يجون مثلا أنه أثناء الصلاة يقاطعون ويحجون، يعني انه ذولي مثلا احنا نقول عليهم الكبار بالعمر يعني مو معذورين وانما شيء لا ارادي، لكن ما ممكن انه الانسان اثناء صلاته يجي يتكلم بها، يعني معناته انه هو ما موجه كل صلاته او كل تفكيره لله سبحانه وتعالى، معناته هو عقله مشتغل مع الجالسين حوله. الالتفات بكامل البدن، وعندنا الضحك في الصلاة أو البكاء على أمر دنيوي، وعندنا إذا انتقض الوضوء بأن يطرأ ما ينقض كخروج الريح والبول وغيرها. عندنا الالتفات بكامل البدن كأنه الإنسان دا يصلي ويلتفت بكامل جسمه حتى يحكي مثلا أو حتى ينتبه على الموجودين. عندنا رابعا أو خامسا عندنا الضحك أثناء الصلاة، فهذا ما يصير، معناته قلبه ما متوجه لله سبحانه وتعالى. أو رقم 6 ما يطرأ يعني على الإنسان من نقض الوضوء مالتك، يعني مثلا أجلكم الله البول والريح وغيرها، فعلى الإنسان أنه يرجع يعيد وضوءه ويرجع إعادة الصلاة. هاي مبطلات الصلاة. إحنا أخذنا أول واحد، أول موضوع آثار الصلاة، ثاني موضوع عندنا الشروط اللي أخذناها شروط الصلاة، ثالث موضوع عندنا أخذناه مبطلات الصلاة اللي هي ما هي الأمور اللي تخلينا نرجع نعيد الصلاة مرة ثانية تبطل الصلاة. إنه راح ننتقل للموضوع اللي بعده اللي هي الصلاة وواجباتها. عندنا الإنسان لما يريد يصلي لازم أكو شروط أنه يتمسك بهاي الشروط، فشنو هاي الشروط اللي راح يلتزم بيها حتى أنه تكون صلاته صحيحة وخالصة لله سبحانه وتعالى وبعيدة عن الأمور الدنيوية اللي ممكن أنه تبطل صلاتنا. يعني هسه إحنا التزمنا بشروط الصلاة والتزمنا باللي عندنا مبطلاتها اللي ابتعدنا عن المبطلات اللي تبطل الصلاة، راح نيجي ناخذ واجباتها. أولا عندنا النية، ومعنى النية أن نقصد في نفوسنا إداء الصلاة قربة لله سبحانه وتعالى، يعني أنا لما أريد أصلي أتقرب بالصلاة لله سبحانه وتعالى. إذا أول نقطة هي النية، الصلاة نيتي تكون متوجهة لله سبحانه وتعالى بعيدة عن كل الأمور الدنيوية، يعني مو أني أصلي حتى الله سبحانه وتعالى يرزقني بغير شيء، وإذا الله منطاني لفلان حاجة أنه أني أترك صلاتي، لا، الصلاة فرض على كل إنسان يبلغ من العمر اللي حددنا الحد الشرعي، فإنه المسلم أول شيء النية يتوجه بها لله سبحانه وتعالى. اثنين تكبيرة الإحرام، فإذا كبرنا دخلنا في الصلاة ولا يجوز لنا بعد ذلك أن نتكلم أو نضحك أو نأكل ونلتفت وغير ذلك لأنها أمور تبطل الصلاة. ثانيا أنه إحنا عندنا اللي هي النقطة الثانية اللي هي تكبيرة الإحرام، بعد ما الإنسان أول من هو أنه يصلي وتوجه لله سبحانه وتعالى باستقبال القبلة كبر تكبيرة الله أكبر تكبيرة الإحرام، بعدها الإنسان بدأ بالصلاة، فلا يجوز له لا الضحك ولا الالتفات ولا الكلام ولا الأكل ولا أي شيء، لأنه دخل في الصلاة ومتوجه لله سبحانه وتعالى.
الأمر الثالث القيام، نؤدي الصلاة ونحن قائمون. أما إذا كان المصلي مريضا أو شيخا كبيرا في السن لا يستطيع القيام بسبب مرض فيصلي وهو جالس، إحنا نؤدي الصلاة ونحن قائمون لله سبحانه وتعالى، يعني أن المسلم يصلي واقف ما عدا السجود والركوع حال. لكن إذا كان شيخ كبير أو شخص يعني أصابه العجز فذلك الصلاة ما تكون هو جالس، يعني ما عليه أي حساب من الله سبحانه وتعالى، وإنما يعني اللي يحاسب اللي هو ما بأي شيء هو تارك صلاته فهذا اللي يحاسب. فهسه 3 شروط قلنا إن هي تكون تكبيرة الإحرام، القيام. نجي للأمر الرابع القراءة. تجب قراءة سورة الفاتحة واختيار سورة أخرى من القرآن الكريم على ألا تكون من طوال السور، يعني إنه الإنسان من يبدأ يصلي أول ما يبدأ الركعة الأولى يقرأ سورة الفاتحة وبعدها يقرأ سورة من سور القرآن القصار، يعني وما يكون ما محبب أنه يأخذ السور الطوال بها لأنه حتى يلتزم بوقت الصلاة. فالنقطة رقم 5 الركوع وهو الانحناء خضوعا لله سبحانه وتعالى، فيضع المصلي يديه على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده. بعد ما قرأ سورة الفاتحة والسورة من قصار السور بدأ بالانحناء، يضع اليدين مات على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا الأمر الركوع. نجي للسجود، يجب في كل ركعة سجدتان ويسجد على الأعضاء السبعة ونقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. بعد ما كمل الركوع بعد ما وضع إيديناه على ركبه وقال سبحان ربي العظيم وبحمده، هسه راح يجي إلى موضع السجود. قلنا كل ركعة واحدة بها سجدتان، فبالسجود راح يخلي أعضاء السبعة اللي هي على الأرض وراح يسجد سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. التشهد وهو يقول الشهادة وتصلي على محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار، ونأتي بها بعد الانتهاء من الركعة الثانية. فصلاة الصبح فيها تشهد واحد، أما بقية الصلاة الظهر والعصر والمغرب ففيها تشهدان. نجي للأمر الثاني اللي هو التشهد، هو يذكر الشهادة بعد السجود بعد كل ركعتين، كل ركعتين يؤدي الشهادة فيصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. صلاة الصبح مثل ما تعرفون هي ركعتين فبها تشهد واحد، أما باقي الصلوات فهي بها تشهدين لكل ركعتين، إحنا وراها يجي التشهد. نيجي للأمر اللي بعده اللي هو التسليم وهو آخر جزء من الصلاة وصيغته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ويجب في أفعال الصلاة الترتيب والموالاة، أي نأتي بها مرتبة ومتتالية الواحدة بعد الأخرى. عندنا الآخر أمر بعد ما أنه ركعنا وبعد ما أنه شهدنا يجي التسليم. التسليم هو ختام من الصلاة، أنه نسلم على نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو نقول السلام عليك ورحمة الله أيها النبي، أو وعلينا وعليكم السلام. هذه الأمور يأتي بعد ما ننتهي من الصلاة، ويكون أنه محبب بالصلاة الترتيب والموالاة، يعني أنه نأتي بالصلاة مرتبة ومتتالية. هذا فيما يتعلق ب أول فيما يتعلق بالصلاة وواجباتها، يعني واجبات الصلاة. راح نعيد إعادة سريعة فقط رؤوس نقاط الهم. عندنا النية، تكبيرة الإحرام، القيام والقراءة والركوع والسجود والتشهد والتسليم. راح ننتقل للصفحة اللي بعدها اللي هي عندنا ويستحب القنوت وهو الدعاء بعد القراءة في الركعة الثانية وقبل الركوع، وأفضل الدعاء ما كان من القرآن الكريم. يعني إحنا بعد ما ركعنا ركعتين إنه يستحب الدعاء، يعني إحنا مو قلنا كل ركعتين إنه مثلا بها راح يكون يعني تشهد، فراح يستحب هنا الدعاء وأفضل الدعاء ما كان من القرآن الكريم. راح نجي ناخذ الآية بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أفضل الدعاء ما يكون من القرآن الكريم. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه الإنسان من يصلي يبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى، وأحسن الدعاء ما كان من القرآن الكريم.
زين، شنو معنى الصلاة؟ الصلاة هي لقاء الخلق مع الخالق، اللي هي يتوجه الإنسان لقاء الخلق مع الخالق العظيم الرحيم الذي تبث الشكوى ومنه تطلب الحاجات. إذا إحنا نلتقي مع الله سبحانه وتعالى اللي نطلب أولا نبث شكوانا، نحكي أمورنا وهمومنا لله سبحانه وتعالى، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يلبي دعوانا، أو أنه يعني يفرج عنا الأزمات اللي إحنا بها. يقول فعلينا أن نتأدب في هذا اللقاء، فلا نكون كمن يريد الرحيل مسرعا، فالله تعالى غني عنا وعن صلاتنا، وإنما الصلاة بلسم لأرواحنا المتعبة والمثقلة بالأحزان، ففي الصلاة علاجها وبها تطهير النفس وينشرح الصدر. يقول فعلينا أن نتأدب إثناء الصلاة، أنه إحنا ما تكون أفعالنا مثلا كضحك أو كلغو أو كلعب مثلا، أنه تكون متوجهة لله سبحانه وتعالى باحترام، وأنه نتأدب بالصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن صلاتنا، لكن هذه الصلاة هي لنا، نتوجه للخالق سبحانه وتعالى ونطرح همومنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة وأن يخفف عنا أحزاننا وأثقالنا. يقول فلا نتشبه بالذي يريد الرحيل مسرعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه الذي يعني يصلي مسرعا كنقر الغراب، يعني انه الغراب لما يجي ياكل فينقر سريع سريع، فشبه انه المسرع في صلاته كنقر الغراب. هذا الله سبحانه وتعالى ما راح يتقبلها من عنده، لانه اللي يصلي مسرع فهو معناته فقط دا يؤدي فتشي عليه انه ما متوجه لله سبحانه وتعالى، ما مطمئن اثناء صلاته. ولقد تتغلب الأفكار الدنيوية على الإنسان في إثناء صلاتي، وذلك بفعل الشيطان، فعليه الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم قبل البدء بالصلاة، وأن يحضر قلبه ويخشع، وأن يستبدل أفكاره الدنيوية الزائلة بما فيه من نعيم مقيم ودائم وراحة للروح والغفران والذنوب. إثناء الصلاة تبدأ الإنسان عقله وأفكاره بالأمور الدنيوية، ينشغل بالأمور الدنيوية، فعلى الإنسان أنه اللي إصابته هذه الأشياء في الحياة أو في أثناء الصلاة مالته يبتعد فكرة عن ما أصابه في الحياة، يعني ما يربط الأمور الدنيوية إثناء صلاته، أنه المفروض عقله يكون طاهر وقلبه خالص لله سبحانه وتعالى، وأن يتعوذ من الشيطان الذي وسوس له حتى يبتعد عن الأمور التي تنقض أو تبطل الصلاة. يقول لذا يجب أن يكون حاضر القلب في صلاتك مطمئنا، تعي ما تقول، وإلا فلا خير في صلاتك، بل يمكن عدها صلاة. يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فدخل رجل فقام فصلى، فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نقر كنقر الغراب، لأن مات هذا وهكذا صلاة ليموتن على غير ديني. أن الإنسان المفروض يكون مطمئن إثناء صلاته، فلا يستعجل فيها ولا يتأخر فيها ولا يفكر بالأمور الدنيوية، فالمفروض أنه يطهر قلبه ويبتعد عن وساوس الشيطان. فراح يذكر لنا قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس في المجلس في المسجد، فدخل رجل فقام فصلى الصلاة، فلم يتم الركوع والسجود، يعني أنه معناته أنه كان هذا الرجل كل السريع في صلاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لئن مات هذا الرجل وهكذا صلاتي ليموتن على غير دين، يعني أنه معناته ما راح يموت مسلم، لأنه صلاته ما بيها لا اطمئنان ولا أنه لقاء العبد مع الله سبحانه وتعالى ليطرح ما عنده. فمعناته أنه الصلاة السريعة الله سبحانه وتعالى ما راح يتقبلها، لأن ما بيها اطمئنان إثناء الصلاة. يتضح من ذلك أهمية الاطمئنان في الصلاة وفي كل أعمالها، في القراءة والركوع والسجود والتشهد. لذلك يعد الاطمئنان ركنا من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة بدونه، فيجب الخشوع فيها وعدم العجلة. وكثير من الناس يصلي صلاة لا يعقلها ولا يطمئن فيها، بل ينقرها نقرا، وهذه الصلاة على الوجه باطلة، وصاحبها آثم غير مأجور. إذن الله سبحانه وتعالى يريد من عندنا أثناء الصلاة أنه الإنسان يطمئن بصلاته، وأنه ما يكون مستعجل، بالعكس أنه يطمئن بصلاته ويكون مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هاي الصلاة هي لقاء العبد مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا هو بقى مستمر على صلاة العجلة فراح يكون آثم وصلاته غير مقبولة من الله سبحانه وتعالى. إذن الاطمئنان في الصلاة هو من الأمور يعني أنه الواجب علينا، أنه الواجب أنه على الإنسان أنه يطمئن أثناء صلاته. ننتقل لأقسام الصلاة.
تنقسم الصلاة إلى واجبة مفروضة وإلى مندوبة مستحبة. الصلاة الواجبة هي صلاة التي فرضها وأوجبها الله تعالى على المكلفين شرعا، كل يوم 5 صلوات، هي صلاة الفجر ركعتان والظهر 4 ركع والعصر. يعني إحنا عندنا الصلاة الواجبة المفروضة اللي هي الله سبحانه وتعالى فرض هاي الصلاة علينا، كصلاة الفجر ركعتان وصلاة الظهر 4 ركع والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 ركع. هاي بالنسبة اسمها الصلاة المفروضة أو الواجبة علينا، ويثاب فاعلها ويعاقب تاركها. أنه الإنسان اللي يعمل بهاي الصلاة أو اللي يؤدي الواجب مالته ويؤدي الفرض، فالله سبحانه وتعالى راح يثابه، معناته ينطي ثواب. أما اللي يتركه فالله سبحانه وتعالى راح يعاقبه. عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين معناته أنه ساجدين لله سبحانه وتعالى. ومن المسلمين من يعد صلاة الخسوف والكسوف واجبة لكونها تحذر وتنبئ بأمر عظيم. بعض المسلمين يقول أن صلاة الخسوف والكسوف هي واجبة لأنها تنبئ بأمر عظيم. عندنا الصلاة المندوبة أو المستحبة، وتسمى المندوبة والنافلة، وهي الصلاة غير المفروضة. إذن أكو صلاة غير مفروضة لكن مستحبة للمؤمن أنه يصليها، وهي كثيرة لمن أراد التقرب إلى الله تعالى ونيل ثوابه. والصلاة النافلة منها صلاة الضحى، والمندوبة كصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء وصلاة التهجد وقيام الليل. أما صلاة الجنازة فإنها فرض كفاية إذا قام به بعضهم وسقط عن الباقين وهي مندوبة. هذا كل ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم. أعزائي طلاب الصف الثاني، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الدرس لهذا اليوم. أتمنى أن ألتقيكم بدروس أخرى إن شاء الله. ألتقيكم إن شاء الله بدروس أخرى. السلام عليكم.